تجمعهما منابذة الكبار أكثر مما يجمعهما توجه إيديولوجي، فكلاهما موسوم في دوائر الغرب بالخروج على الطاعة والتغريد خارج السلم. فلسفة عدو عدوي صديقي هي إذن ما قد يكون جاء بالرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد إلى هذه الدولة الصغيرة في جنوب القارة الإفريقية. الرئيس موغابي هو الآخر يعول كثيرا على ضيفه المشرقي، فبلاده تعاني حصارا أمر من ذلك المفروض على إيران. لذلك سيقوم نجاد هنا بافتتاح أهم معرض تجاري ينظمه البلد كل عام، وستكون المرة الأولى التي يفتتحه رئيس من خارج إفريقيا. فسنوات الحصار علمت موغابي أن يطيل النظر شرقا. I think the reason is that there are two foreign policy positions in the inclusive government. One is the ZANU-PF foreign policy position, and the other is an MDC foreign policy position. And the MDC foreign policy position seeks friendship and allegiance mainly to the West in the form of either North American countries, the European Commission. And the ZANU-PF looks more to the East, either Iran, China, or any other countries that are more sympathetic to his positions. الإيرانيون بدوا غير معنيين بتفاصيل الصراع المحلي على السلطة، بل باشروا توقيع الاتفاقيات الثنائية وشرح رؤية بدت غير غريبة على آذان مستمعيهم. الوفد الإيراني الذي سبق نجاد قام بتوقيع الكثير من الاتفاقيات، قيل بأنها قد تفتح أمام إيران أرضا غنية بالمعادن، كما ستعطي زيمبابوي فرصة لإعادة بناء نظام اتصالاتها وقطاعها الزراعي بعد أن عضتهما سنوات الحصار. إيران تبحث في مناكب الأرض عن أماكن نفوذ متحررة من سلطان الغرب، وزيمبابوي بدورها ترحب بأية يد تمتد لها في ليل المقاطعة الغربي. أحمد فارول الدين، الجزيرة، هراري، زيمبابوي.